يعني اقول لحضراتكم نسال ازاي المساله دي بتتم. خلوني اطرح الامر على خبير امن المعلومات الدكتور عادل عبد المنعم. دكتور عادل، يعني بنحاول نتكلم على الشائعه وصناعه الكذب وتشويه الشخصيات الهامه كسلاح حقيقي، وبنحاول نجيب نماذج ربما ما تكونش خدت اهتمام كبير في الاعلام. عايزه حضرتك بس تاكد او تنفي، هل بالفعل ده زي الطيارة وزي الفرقاطة وزي الرافال، ده سلاح حقيقي والسلاح ده شغال في مصر وربما نتعرض لموجة أعنف منه في 2018؟ أستاذ أماني، مساء الخير على حضرتك وعلى المشاهدين. أهلا بك، اتفضل. هو طبعا أنا بمعزل عن موقف معين أو صورة معينة، وما فيش شك إن أدوات توجيه الرأي العام أو إثارة البلبلة أو إثارة الشائعات باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي هي فعلا أداة هامة جدا جدا، مش بس حدوث بلبلة، هي فعلا ممكن تؤدي لانقسام المجتمع بالكامل. يعني في مرحلة ما كان في نوع كده من بث روح لدعم فكرة الفتنة الطائفية في مرحلة ما. في مرحلة تانية كان كل التركيز على المشكلة بين الجيش وشعب. في مرحلة تالتة كان التشكيك في أي حاجة بتحصل، أي شيء إيجابي. أوكي؟ في مرحلة رابعة إن أنا أعلي سقف توقعاتك، واسف في الكلمه، وبعدين انزلك على الارض. ايوه دي مهمه قوي. زي ايه؟ زي مثلا واحد يجيب كوبري موجود مثلا في الامارات العربيه المتحده ويقول ده الكوبري الجديد اللي اتعمل بين مدينه كذا وكذا. فالناس تقول ما شاء الله، يرجع الموضوع يطلع اشاعه، فهو يخيب ظنه ان هذا المشروع او هذا الكوبري اللي كان هو شايفه في الصوره طلع اشاعه. واحد تاني يقول ده في طريق مختصر مش عارف هيوديك مثلا من مدينه القاهره لمدينه كذا في 30 دقيقه، يطلع الكلام ده كده. في صورة أتصور حضرتك شفتيها انتشرت من فترة كبيرة إن اتعمل مترو بدورين في الإسكندرية عند الكوبري بتاع ستانلي. شائعة يعني شهيرة برضو من اللي طلعت. فالناس تتخيل ده إنجاز جديد وكذا وكذا، وفي النهاية يطلع ده مش موجود. خدت بال حضرتك؟ صناعة الوهم. صناعة، لا ما هي الوهم هنا مش للوهم، ده الوهم عشان أخليكي تظني إن أي خبر صادق هيتنشر هو جزء من منظومة وهمية. تمام، خدتي بال حضرتك؟ يعني لو في خبرين سلام وفي خمسه غلط، فانت حضرتك لما عرفتي الخمسه الغلط مش هتصدقي الاثنين الايه؟ اللي حصل. السلام. تمام. وهكذا. فكره برضو مش اشاعات، برضو في اتجاه ثاني ان لو في حاجه معينه ايجابيه نبتدي نتكلم على ازاي نتناولها بشكل سلبي، يعني مثلا تسليح جديد للقوات المسلحه، اولويات الانفاق القومي. انا مش بناقش الكلام ده، مش موضوعي ان انا احدد الاولويات، لكن عايز اقول ان مين اللي من حقه يناقش او مين اللي ممكن يطرح الكلام ده؟ اكيد مش رجل الشارع العادي. مش رجل الشارع بالزبط. المحترم المثقف وكل حاجه هو اللي محدد الاولويات بالضروره. طبعا، لانه ما عندوش حق كل المعلومات، مش حقه يعني. تمام. عندنا برضو فكره وسائل التواصل الاجتماعي شكلها بقى عامل ازاي النهارده؟ احنا مش بنتكلم على تويتر، ومش بنتكلم على بوست، ومش بنتكلم على فيديو، احنا بنتكلم ان بقى في ادوات جديده جدا زي فكره الفيديوهات اللايف. أي مواطن في العالم دلوقتي ممكن يفتح فيديو لايف ويصور حدث معين ويقول عليه اللي هيقوله. اللي هي صناعة الخبر اللي هو مش خبر في الحقيقة، لكن هو صناعة رأي عام أكتر. بالظبط يا فندم، بالظبط. هي الفكرة هنا إزاي بقى إزاي اللي بيسمعونا يعني يبقى من جواهم يقدروا يقرروا اللي بيتقدم لهم ده يتعاملوا معاه او ما يتعاملوش، هل باللجوء للمصادر الحقيقيه للمعلومه؟ يعني لو الامر يتعلق مثلا بالقوات المسلحه في صفحه المتحدث، لو الامر يتعلق بحاجه زي الداخليه في صفحه الداخليه، بالتموين في صفحه التموين، يعني يبدا المواطن المصري يعرف ان في مصادر للخبر والمعلومه، يبطل فكره التعامل مع ان مصدره الفيسبوك اللي احنا مش عارفين هو مين. انا متفق مع حضرتك تماما، وعشان بس يبقى برضو يعني اتمنى رسالتنا بشكل محترم جدا، يعني نهيب بجهات مختلفه سرعه الرد على اي اشاعات او توضيح بعض الامور، لان احيانا التاخير في ايضاح خبر معين بيدي فرصه ل المضللين والمشككين. طب يعني حضرتك شايف ان الردود السريعه اللي بتصدر عن مجلس المعلومات التابع لمجلس الوزراء ده امر يعني مقدر، امر محترم؟ لا لا طبعا طبعا طبعا، اكيد اكيد. انا هقول لحضرتك على حاجه والله، ومش عايز بس اصنف، مش عايز اقول يعني نمره واحد ونمره اثنين ونمره ثلاثه، لكن لعل احدث واسرع الاستجابات فعلا بتاتي من صفحه المتحدث العسكري ومركز معاناه مجلس الوزراء، على الاقل ده في حدود
يعني خبراتي الشخصيه او متابعاتي، وادعي ان انا متابع جيد لوسائل التواصل الرقمي او التواصل الاجتماعي. بشكرك. وهكذا. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور عادل عبد المنعم خبير امن المعلومات.